اليوم غادي ان شاء الله نتكلموا على موضوع اللي كيهم مستمعاتنا اللي هو الدوالي. الدوالي وما ادراك ما الدوالي. سؤال اللي كيتطرح بزاف وكما قلتي لاختي سناء دائما كنلقاو في الاسئله وكيتعاود وكيرجع. فاحنا كما عودنا المستمعات ان ضروري حتى هما نقربوهم بعدا يعرفوا شنو هما الدوالي ويتعرفوا عليهم. وكذلك راه ودائما الوصفات مابقاش نخرجوا بلا وصفات. الدوالي حنايا غادي نتكلموا عليهم هما دوك العرق العروقه الغلاظ اللي كيطنبوا كيخرجوا عند مجموعه ديال السيدات في الصيغان ولا في الرجلين ولا في الفخاد وكيكون نتيجه ديال مثلا الوقوف بزاف او الجلس بزاف او المهم انه كيكون عند السيده ربما مشكل في الدوره الدمويه ياك الدوره الدمويه وكذلك ان بعض الحالات بعض المرات كنخلطوا ما بين الدوالي لي فاغيس وكنخلطوا ما بين الشعيرات العنكبوتيه. كاين بعض السيدات اللي كيكون عندهم بحال شكل واحد العريقات رقيقه وقين زرق فهذوك ماشي الدوالي. فالدوالي هما ملي كيكون عندنا العروق كنحسوا كنشوفوا العروقه كيكونوا غلاظ ومنفوخين كيبانوا لنا من تحت البشره وبعض الحالات انها كتعطينا كيعطيو الحريق بزاف. المشكل ديال الدوالي كيفاش كيفاش كيكون عندنا الى كان عندنا مثلا هو اول عامل هو العامل الوراثي كيكونوا وراثيين. ثانيا بعض كاين بعض الناس اللي كيوقفوا بزاف او كيجلسوا بزاف او مثلا ملي كنمشيو لشي بلايص اللي كيكونوا حارين بزاف او باردين بزاف. والمشكل شنو هو ان دوك العروق ديال الجسم ديالنا كيوليو واسعين كيتسعوا وكيفقدوا واحد الشكل ديالهم وما كتبقاش فيهم المرونه يعني ما كيبقاوش دايرين بحال لاستيك لان العروق عندنا حنا دايرين بحال لاستيك كياخذوا الفورما ملي كيدوز فيهم الدم كيتنفخوا يعني الا كان على حسب كيفاش ديك السرعه باش كيدوز الدم وكيعاودوا يرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم. وكذلك علاش كيبقاو كينتفخوا لان الدوره الدمويه كدور كما كنقولوا والدم ما كيبقاش يعاود يرجع يطلع للفوق يعني كيكون داكشي باش مثلا ملي كتمشي عند الاختصاصي كيقول لك نعس ودير رجليك فوق المخده واحد جوج مخدات وخلي الدم يعاود يرجع. علاش؟ لان في دوك العريقات عندنا بحال شكل واحد البويبات صغيورين اللي كيتسدوا وكيتحلوا فهذوك البيبان كيخص ما كيبقاوش كيتسدوا وبالتالي كيولي واسع هذاك العرق. اذا الحلول شنو هي الحلول؟ هذا الموضوع اللي كنتكلموا عليه هذا الصباح دكتور عماد كيهم كثير 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 السيدات لانه يوميا كل اسبوع كنتوصلوا باسئله على الدوالي وهذا الشيء كيهمك لالا الا كنتي ربة بيت وحنا كنعرفوا الامهات والميمات والزوجات المراه كتشقى وكتبقى واقفه في الكوزينه ساعات طويله وما كنحسوش ما كنردوش البال وهذا الشيء راه كيبان. صالح كذلك للسيدات اللي هما خدامين برا البيوت ديالهم كل سيده كتعمل لانه المراه في الخدمه ديالها واقفه هي كتعين المركوب هي في الخدمه عندها الوقوف. مثلا عندك السيدات اللي خدامين في اسره التعليم السيدات اللي خدامين في الاسره الصحه العاملات اللي كيكونوا عاوتاني جالسين مده طويله حتى الجلوس كيقدر يؤدي للدوالي كدكتور عماد. كانت العامله جالسه في المكان اللي كتشتغل فيه ولا في المكتب ولا في هذيك وكتجلس مده كبيره فتا هو كيأثر. وكذلك الملابس ان الملابس من الانسان يبدا يحس عنده هذا المشكل هذا ضروري انه ياخذ واحد الملابس اللي كتماشى مع الجسم ديالو ما تكونش مزيره بزاف. اذا السيده ما خصهاش تبقى تلبس شي حاجه اللي تزيرها مثلا سروال مزير ولا شي حاجه فيها صمطه من الاحسن تلبس ملابس اللي هي خصها تكون شويه مرخوفه. علاش؟ باش تخلي الدوره الدمويه تدور على احسن وجه. وانا كنعرفك دائما كتجيب احسن وصفات المستمعات ديالنا على راديو اصوات. نعم. فجميع السيدات اللي عندهم الدوالي اشنو الوصفه اللي او الوصفات اللي غادي ان شاء الله تفيدهم بهم؟ اذا اول وصفه غناخذوا واحد ثلاثه ديال التفاحات اللي غادي يكونوا متوسطين غادي نضيفوا لهم يترو ديال الماء سخون ونخليهم في الثلاجه مده ديال يومين. ثم هذا الخليط هذا بالتفاح غادي نحاولوا نطحنوه في الخلاط الكهربائي وناخذوا كاس كبير كل يوم بعد الفطور. فهذا جد مفيد للدوره الدمويه وكذلك كيرجع ديك الحيويه لدوك العروق اللي كيكونوا تضرروا. الوصفه الثانيه اذا غادي ناخذوا ربعه ديال الفرشي مطحون او داك اللي هو اللحاء ديال الشجره ديال البلوط داك الجلده اللي كتغطي الشجره ديال البلوط هي الفرشي. كاينه هذه عند المعشابات؟ نعم موجوده. الفرشي مطحون. الفرشي مطحون اللي هو داك الغطاء ديال الشجره ديال الفرشي من ربعه ديالو. لحقاش ما يمكنش نقولوا البلوط لان البلوط عنده واحد الفائده كبيره في هذا المشكل ديال الدوره الدمويه والدوالي ولكن البلوط صافي ما بقاش الوقت ديالو اذا يمكننا نعوضوا. الماده كتوجد كذلك في الشجره اذا ناخذوا ربعه ديال الفرشي مطحون ربعه ديال العرعر مطحون وربعه ديال الورد بلدي مطحون. هاد الخليط نعاود ربعه ديال الفرشي مطحون ربعه ديال العرعر مطحون
ورابعة ديال الورد بلدي مطحون. هاد الخليط هذا كله غنديروه في طرو ديال الماء، نخليوه يغلي مزيان حتى يغلي، تطلع فيه الغليه مزيان. نعم، حتى يغلي مزيان، ونحاولوا نوضعوا فيه رجلينا، ولا مثلا الا كان الدوالي عندنا في شي مكان اخر اننا ناخذوا واحد الحمام بهذا الماء هذا. يعني السيده اللي عندها كيفاش دير هذا الشيء في شي بانيو ديال الماء وتغطس فيه كان احسن. نعم احسن، باش مزيانه العروق، مزيانه يعني الدوره الدمويه وكتساعد. دابا انا كنسمع شحال من مستمعه كتقول لك الله يرحم، الله يرحم لك من ربك ولدي، غادي تكمد لي العظيمات والرجيلات. ومفيد راه دابا حتى الناس كذلك ما كيعانيوش من الدوالي، فهذا واحد الحمام يعني انا مجربوش. كيحيد العيا ديال الرجلين ديال النهار. كيساعد كثير، كيساعد كثير. بحال الدوره الدمويه. انا نوفر عليكم فلوس المساج. ولا فلوس الحمام. نمشيو للوصفه الثالثه. واحد النبته اللي ما كنحملهاش فواحد كنستعملوها كثير باش كدير الاسهال، وهي خطيره على الجهاز الهضمي ديالنا عفوا، اللي هي سنة حرام. اللي كان راه كتستعمل بزاف الناس باش كيحاولوا، لان كتضر بالجهاز الهضمي، ولكن انها جد مفيده للدوره الدمويه اذا استعملناها على برا. اذا كيفاش اذا هذه انت ما كتنصحش بها السيدات اللي غادي ياخذوها باش يتخرطوا كيف كنقولوا، باش كتسهل الكرش. نعم، باش كينقصوا الوزن. نعم، هذه ممنوعه حسب الدكتور عماد. نعم، ولكن كتنصحهم يستعملوها في وصفه للدوالي. اذا كيفاش غناخذوها؟ ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال هذه السنه حرام مطحونه، الاكاسيا اللي هي نبته الاكاسيا، سنه حرام مطحونه معلقه كبيره ديالها، وغنضيف لها معلقه كبيره ديال زيت العود او زيت الزيتون. اذا غنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، وغادي ندهنوا به دوك البلايص اللي عندنا فيهم المشكل ديال الدوالي، ثم نخليه واحد المده ديال ساعه ثم نغسلوه. وهذه العمليه يمكن نديروها حتى ثلاثه المرات في الاسبوع. بالنسبه للوصفه الرابعه، غادي ناخذوا 6 ديال الفريزات، اللي هو دابا الوقت ديالو. اذا ناخذوا 6 ديال الفريزات بالوراق ديالهم، ونزيدوا لهم معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه مطحونه. اذا نعاود 6 ديال الفريزات بوراقهم، ومعلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه مطحونه. هذا الخليط كامل نطبخوه في طرو ديال في نص سيترو ديال الماء عفوا. اذا هذا الخليط كامل يتطبخ في نص سيترو ديال الماء، وغادي نحاولوا ناخذوا نص كاس صغير في الصباح ونص كاس صغير في الليل. وهذه العمليه يمكن نتبعوها حتى لاربع المرات، عفوا العمليه يمكن نتبعوها حتى لاربع شهور. حتى لاربع شهور؟ حتى اربع شهور. شحال من مره في الاسبوع؟ مره نستعملوها دائما، ومده ديال اربع شهور تقريبا. كل نهار؟ كل نهار، ونستعملوها مده ديال اربع شهور. والفريز ما يضرش الا خديناه كل نهار؟ لا ماشي مشكل، لان نطبخوه. ودابا دكتور عماد، يعني اللي غادي تبغي تستعمل هذه الوصفه خصها تشري ستوك ديالها ديال الفريز وتديرو في المجمد. هو ضروري، لان من هنا اربع شهور غيكون تقاضى. شكرا لك على هذه الوصفات، نتمنى انها ان شاء الله غادي تخفف عليكم الدوالي. كان عندي سؤال، بعض المرات كاينين السيدات هذه حالات اللي توصلنا بها واسئله. نعم. الدوالي اللي خرجوا عند السيدات في الرحم ديالهم، في الوالده خرجوا هذوك العروق طنبوا عند مجموعه من السيدات في الوالده، اشنو ممكن يديروا هاد السيدات؟ فغادي يمكن يديروا الوصفه اللي كتدهن، اللي هي ديال سنه حرام مطحونه، او الوصفه ديال ثلاثه ديال التفاحات متوسطات اللي كنضيفوا لهم الماء، يعني الوصفه الاولى والوصفه الثالثه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.